بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة ذكرى يوم الغزو السعودي الأسود، تدعو القوى الثورية إلى أوسع مشاركة في إضراب 14 من مارس. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تحل في 14 من شهر مارس 2016 الذكرى السنوية 5 للغزو السعودي لأرضنا الطاهرة البحرين، التي كانت في يوم أسود حالف، يوم مشؤوم عاشته بلادنا، بل كان أسوأ أيامها في تاريخها المعاصر. وبهذه المناسبة تود القوى الثورية المعارضة ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، حركة حق، تيار العمل الإسلامي، تيار الوفاء الإسلامي، حركة أحرار البحرين، وحركة خلاص، تأكيد ما يلي: أولاً، إقدام النظام السعودي على إدخال قواته للبحرين وانتهاك سيادتها لا مبرر قانوني له، لا ضمن اتفاقيات ما يسمى مجلس التعاون، ولا بقرار من مجلس الأمن الدولي، بل جاء بضوء أخضر أمريكي. بالتالي فإن وجود قوات الجيش السعودي على أرض البحرين يعتبر احتلالا يستوجب مقاومته بكافة السبل المشروعة، سيما ما نصت عليه القوانين الأممية بإعطاء الشعوب حق مقاومة المحتل. ثانيا، لقد ارتكب الجيش السعودي الغازي وما زال جرائم حرب وإبادة وحشية بحق المدنيين الأبرياء في البحرين، فضلا عن انتهاك سيادة الوطن ومصادرة قراره السياسي والعبث بهويته التاريخية وإثارة النعرات الطائفية بين مكونات المجتمع الواحد. ثالثا، شكل الغزو السعودي للبحرين سابقة خطيرة هددت الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهذا ما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلام العالمي وحمايته من التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها النظام السعودي اليوم في كل من اليمن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا. رابعاً، النظام السعودي والعصابات الإرهابية وخصوصاً داعش هما وجهان لعملة واحدة، الأمر الذي يبرر تصنيف النظام السعودي لأنه نظام إرهابي ووباء دولي خطير على البشرية ككل، فلا بد من تكثيف الجهود للخلاص من هذا النظام ووضع حد لنهجه التكفيري والدموي. خامسا، سيبقى صوتنا عاليا بوجه المحتل السعودي الغاشم، وسنعمل على مقاومة قواته الغازية وتطهير أرضنا من رجسها، فلا سبيل لنا إلا ربط هذا الاحتلال وطرده. ختاما، نتوجه بالدعوة لجماهير شعبنا الأبي والصابر إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات احتلالكم تحت أقدامنا، وتفعيل خطواتها والعمل الجاد على إنجاحها، لنثبت للعالم إرادتنا الحرة في مقاومة الاحتلال السعودي. صادر بتاريخ 10 مارس 2016، القوى الثورية المعارضة في البحرين.